اليوم عملتكم النصيحه ديالكم العروس صح ولا معجل العاشق؟ خواتي مجوجه بجل العاشق. المهم كما قالت اختي خديجه ودا بغيت يطلع في الطندوس خصك الطندوس. خواتي يوم مجوجه بجل العاشق جل العاشق يضحكني. خديجه معلي هيدا اخديجه نزيد نطلع نزيد نطلع. خديجه الطوب زيد طلع ولا بركه ازيد نطلع. جل العاشق يتحكم فيا كيخلي لي 100 درهم 20000 فرانك. خواتي اللي كيعرف شي جل العاشق يصيفطوا ليه شكون بحالي. انا جل العاشق ديالي غنطلب له الفيلا في مارينا سمير في كابوني غرو رايان. المهم العاشق العائلة اللي كنقول مزوجة بجل العاشق الحمارة طلبي منه يديك الميريكان ويديك أبو ظبي وتركيا. الحمارة مرة عاد انتينا حمارة 100 درهم الحمارة ما طلبتي الفيلا فرنسا ولا طلبي أولا طلبي شي مصيبة الكحلة. أبادي طلبة من جن العاشق 100 درهم 20000 فرانك رخيصة على الدرجة. خديجة الطوب زيد نطلع ولا صافي لابسة عليا من تحت خديجة ها لابسة لابسة لابسة. وقف وقف الحمارة الحمارة اسمع جل العاشق باش يخليك فلوس بزاف انا نعلمك حتى العائلات اللي ما كيعطولهمش الرجال ديالهم الفلوس ودا بقيتو الرجال يطلقوا الفلوس حيت ما كيعجبهم قولهم ديك الشطحه هايدا. هاي 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 خديجه الطب هايدا حسن انت تطرطق في رجلك هايدا انت كتطرطق في الصباط هايدا هو كيعطيك الفلوس. المهم جميع العائلات ونسها الرجال اللي ما كيعطولهمش الفلوس ديالهم عملوا الكسوه بيضاء ولا حمراء وعملوا ديك الخلفه خلفه تاع ليكول تهدي لا قال لك تجي العاشر كتا 20000 فرانك يا هذا 20000 فرانك شنو 20000 فرانك. وقف دخله دخله خديجة لابسة عليا لابسة ها خديجة لابسة لابسة ها لابسة الكرساسية من تحت. خرجوا بحالكم ممنوع الفراجة هنايا الحماضية. خواتي جل العاشق ما يجيب الفلوس خصكم تعرفوا تشطحوا. يلا بسلام عليكم بلا ما نطول عليكم. سالينا 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 خرجوا تغدى ونعاودكم شنو وقع فينا الدخله خرجوا.